سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة سيدنا يوسف عليه السلام. الحلقة السادسة. في المرة اللي فاتت يا جماعة قلنا سيدنا يوسف عمل حيلة عشان يخلي أخوه بنيامين معاه، وفعلا الحيلة نجحت، لكن أولاد يعقوب كانوا عايزين ليهم طريقة عشان يرجعوا أخوهم بنيامين معاهم، وكان في حوار بين يوسف وأخوه يهوذا حول الموضوع ده. يوسف حسب الخطة كان لازم يمسك بنيامين، وما كان عايز يظهر إنه مقتنع بكلام يهوذا، عشان كده قال له: يا زول انت بالتحديد عايز تقول شنو؟ انا يا سيدي عايز اقول لك انه لو نحن رجعنا لابونا بدون بنيامين ابونا ده حيموت، وحنكون نحن السبب، وخاصه ان انا عهدت له باني حاجيبه راجع، وقلت له يا ابوي اذا انا ما جبت لك بنيامين تاني اكون دخلت في حقك وما ترضى علي طول العمر. عشان كده ارجوك يا سيدي امسكني انا بدله عشان اكون خدامك واكون عبدك، بس خليه يرجع لابوه مع اخوانه، لاني ما حقدر ارجع يا مولاي، ما حقدر ارجع بدونه، انا ما حقدر استحمل اشوف ابوي وبتعذب وبموت بس ابوي يا مولاي ارجوك. كفى كفى، باقي الناس كلهم يطلعوا من هنا، بس خلوا لي الجماعه ال11 ديل يلا. وسيدنا يوسف عليه السلام اتخانق بالعبره وبكى بصوت عالي لغايه ما العمال اللي في داره سمعوه، والخبر وصل لبعض الناس في قصر فرعون، وسيدنا يوسف قال لاخوانه: أنا يوسف يا جماعة، يوسف أخوك. يوسف ماما. أيوة أنا يوسف. أنا يوسف يا أخوان. يوسف أقول يوسف 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 أخوك. قولوا لي قولوا لي أبوي فعلا حي ولا ميت؟ ها فعلا حي ولا ميت؟ أنتوا سامعني يا أخوانا؟ سامعني؟ وأخوان يوسف من شدة الدهشة، لأنهم لقوا نفسهم قدام يوسف مباشرة وبدون ما يتوقعوا، ما قدروا يردوا عليه. بعد ذاك يوسف قال لأخوانه: تعالوا لي قريب. ولما جوه قال ليهم: أنا يوسف. يوسف؟ يوسف؟ أيوة أنت يوسف؟ أنا يوسف أخوكم اللي بحتوه زمان، لكن يوسف؟ لكن ما تزعلوا عشان بحتوني. يوسف أخوي. أيوة أنا يوسف. ما تزعلوا عشان بحتوني، لأنه ده شي ما كان بإيدكم، ده كان أمر الله اللي رسلني قدامكم عشان النفوس ما تحلق بالجوع. نعمة بالله. وهسه مضوا سنتين على المجاعة، ولسه كمان فاضلة 5 سنين. أيوة ما حيكون فيها زراعة ولا حصاد، عشان كده الله سبحانه وتعالى رسلني قدامكم عشان ينجيكم من المجاعة. أيوة سبحان الله. وبالمناسبة انتوا ما جبتوني لمصر. ايوه انتوا ما جبتوني لمصر، الله سبحانه وتعالى هو جابني هنا وجعلني نائب لفرعون ومسؤول عن امور مصر كلها بعد فرعون. ما شاء الله. هسه يا اخواني انا عايزكم ترجعوا لابوي. ايوه عايزكم ترجعوا لابوي. نرجع. ايوه منرجع. يلا ارجعوا ارجعوا لابوي وكلموه، قل له إنه يوسف ولدك حي. أيوة كلمه قول لولدك يوسف حي، وبقول لك إنه الله سبحانه وتعالى جعله المسؤول في مصر كلها بعد فرعون. يا سلام يا الله. وكلموا أبوي بالكلام ده وجيبوا لي هنا. سمح. أيوة جيبوا لي هنا. سمح. أنا حسكنه في منطقة جاسان. أهي أنا حسكنه في منطقة جاسان عشان يبقى قريب مني، وكمان قولوا له جيب معك أولادك وأولاد أولادك. حاضر. كلهم وجيب غنمك وبقرك وكل ما تملك كمان. ايوه كل شيء. انا هنا يا يوسف حعولك انت والمعك، لانه المجاعه دي حتستمر لخمس سنوات تانية يا اخواني. 5 سنوات يا يوسف مجاعه. 5 سنين من المجاعه. انتوا هسه كلكم بما فيكم بنيامين شقيقي شايفيني قدامكم هنا عيان بيان، وبكلمكم مباشره يا جماعه. كمان عاوزكم تكلموا أبوي عن العز والسلطة اللي جيت أنا هنا في مصر. شوف لا كلموا كلموا وعن كل حاجة شفتوها. سمح يا يوسف أرجوكم يا إخوان أمشوا. حاضر. وجيبوا لي أبوي هسا. حاضر. يلا أمشوا يا إخوان. حاضر. أيوة. وبعد ذاك
سيدنا يوسف عليه السلام قام حضن أخوه بنيامين وبكى، وبنيامين كمان حضن يوسف وبكى، وسيدنا يوسف سلم على أخوانه الباقين كلهم واحد واحد، ويا دوب بس في الوقت داك أخوان يوسف قدروا يتكلموا معاه بعد الصدمة. فرعون سمع الخبر ورسل لسيدنا يوسف، ولما جاء فرعون قال له: يا يوسف. نعم نعم يا مولاي. أنا سعيد جدا لأنه أخوانك لقوك بعد المدة الطويلة دي وقابلته تاني. شكرا يا مولاي. ودلوقتي بقول لك خليهم يمشي لبلدهم عشان يودوا التموين لأهلهم ويجيبوا أبوهم وأهلهم كلهم ويجوا عندي هنا. شكرا شكرا لشهامتك وكرمك يا مولاي. شكرا شكرا. أنا يا يوسف برحب بيهم وحاديهم أرض من أحسن أراضينا. شكرا يا مولاي. وحخليهم يتمتعوا بخيرات بلدنا. وبصفتي أنا فرعون ملك مصر بأمرك. نعم. تجهز لهم جزء من عرباتنا عشان ينقلوا بيها أبوهم وأولادهم وزوجاتهم. حاضر يا مولاي. وكلمهم بأنهم ما يهتموا أو يندموا على ممتلكاتهم اللي بيخلوها هناك. حاضر يا مولاي. لأني حعوضهم بدلها بأحسن حاجات من مصر. حاضر يا مولاي. أمرك أمرك يا مولاي وأشكرك. وسيدنا يوسف عليه السلام عمل لأخوانه كل ما يلزم حسب أوامر فرعون، وأداهم عربات عشان ينقلوا بيها أهالهم، وأداهم كمان زوادة للطريق، وأدى كل واحد منهم قفطان جديد، وأدى بنيامين 5 قفاطين جديدة و300 عملة من الفضة، ورسل لأبوه 10 حمير مشيلة من أحسن خيرات مصر، و10 حمير تانية شايل القمح والدقيق، وزواد لأبوه في الطريق لغاية ما يصل لمصر. ويوسف ودع أخوانه ووصاهم: طيب يا أخواني ربنا يوصلكم بالسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. خلوا بالكم من بعض. الله يسلمك. حاضر. مع السلامة. وتوكلوا وسيروا على بركة الله. الله يسلمك. يلا يا جماعة امشوا. الله يبارك فيك. وأخوان يوسف طوال سافروا، ولما وصلوا قالوا لأبوهم: البشارة يا أبوي. البشارة. البشارة. أبوي أبوي البشارة يا أبوي. شنو ولاد شنو؟ يوسف حي يا أبوي. يوسف. يوسف ما بعد يا أبوي. يوسف. أيوة. يوسف, يا يوسف حي. وكمان بقى الحاكم المسؤول عن مصر كلها بعد فرعون. وطبعا أبوهم يعقوب انشده بالمفاجأة، وفي الأول ما صدقهم. لكن بعد ما حكوا له الكلام اللي قالوا لهم يوسف كله، وبعد ما شاف العربات الرسالة يوسف عشان تنقلهم، فرح شديد وقال: الحمد لله الحمد لله، أشكرك يا رب. الليلة أنا سعيد بالخبر الجميل ده، سعيد لأن سمعت إنه يوسف ولدي حي، ولدي حي، ولدي ما مات. الحمد لله الحمد لله. أنا لازم لازم أمشي وأشوف قبال ما أموت. وبعد ذاك يعقوب وأولاده وزوجاتهم وأولاد أولاده قاموا بمواشيهم وممتلكاتهم اللي كانوا عندهم في بلدهم كنعان. وكان عدد أفراد ذرية يعقوب السافروا لمصر 66 نفر بالإضافة ليعقوب نفسه. يعقوب وعائلته استمروا في سفرهم لغاية ما وصلوا لحتة اسمها بيرسبع. وهناك يعقوب ذبح ضحية لله، والضحية دي في مجموعة كانت أكثر من واحدة. وبالليل الله سبحانه وتعالى ظهر ليعقوب في رؤيا وناجاه وقال له: يعقوب يا يعقوب. ويعقوب رد وقال: أمرك أمرك يا ربي. والله قال له: أنا الله ربك ورب أبوك، اطمئن وما تخاف من سفرك لمصر. أنا حجعل من ذريتك أمة عظيمة هناك، وحكون معاك في الطريق لمصر، وأكون معاك فيها، وحرجع ذريتك منا تاني، ولما أجلك يتم يوسف هو اللي حيغمد عينيك بيدينه. وفي الطريق يعقوب رسل ولده يهوذا قدامه ليوسف عشان يوريه إنهم في طريقهم لجاسان، وعشان يوسف يستقبلهم هناك لما يوصلوا. ولما يعقوب وكل عائلته وصلوا لجاسان، سيدنا يوسف فعلا أخذ عربيته الخاصة
ومشى عشان يستقبل أبوه هناك. يا سلام. ولما وصل هناك وبمجرد ما شاف أبوه حضنه وبكى فترة طويلة. ويعقوب قال: الحمد لله أبوي، الحمد لله أبوي، بركة بالمشاهدة يا يوسف أبوي، يوسف الحمد لله إني جيتك حي وشفتك بعيوني أبوي. بعد كده أنا ممكن أموت وبالي مرتاح. وبعد ذاك سيدنا يوسف عليه السلام قال لأبوه وعائلته: يا أبوي، أنا حامشي هسا لفرعون وأقول له إنه أبوي وعائلته وصلوا من كنعان قبل شوية، وما عندهم حرفة غير رعي الماشي، وجابوا كل ممتلكاتهم وبهايمهم معاهم، عشان لما يناديكم ويسألكم بتشتغلوا شنو تقولوا له: عبيدك يا مولاي بيرعوا الماشية، ده شغلنا الشبين عليه وورثناه من جدودنا عشان يخليكم تسكنوا في جاسان، لأن المصريين بيكرهوا الناس اللي بيرعوا الغنم. سيدنا يوسف بعد ذاك مشى لفرعون وكلمه، واختار 5 من أخوانه وقدمهم لفرعون. فرعون بعد ما رحب بيهم سألهم: طيب يا جماعة، انتوا بتشتغلوا شنو؟ نحن عبيدك يا مولاي، شغلنا رعي الغنم، دي عاداتنا من جدودنا، وحسب أمرك وكرمك يا مولاي نحن جينا قاصدين بلدكم نعيش فيها لفترة، لأن المجاعة كانت شديدة علينا في بلدنا كنعان. يا مولاي، نرجوك تسمح لنا نسكن في جاسان ونرعى فيها غنمنا. طيب يا يوسف. نعم. دلوقتي أبوك وأخوانك جو هنا. نعم. وبما أنه كل أراضي مصر تحت تصرفك، أنت طبعا ما تحت وصى، لكن مع كده أنا برضو بقول لك شوف ليهم جاسان حسب طلبهم وسكنهم فيها. حاضر يا مولاي. لأنها أرض جيدة، وكمان إذا كان منهم في ناس شطار في الرعي وحريصين على البهايم خليهم يشرفوا على المواشي بتاعتي الخاصة. حاضر يا مولاي، أمرك أمرك يا مولاي. وسيدنا يوسف بعد ذاك جاب أبوه يعقوب ودخلوا لفرعون، وفرعون قال له: أهلا أهلا، مرحب، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، وانت كيف حالك؟ كويس شكرا. عمرك كم يا شيخ؟ عمري 130 سنة. 130 سنة قليلة وغير مستغرة وكلها تعب وشقاوة. وفي نهاية المقابلة يعقوب ودح فرعون وقال له: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مولانا، مع السلامة. مع السلامة يا شيخ يعقوب. دي كانت يا جماعة هي نهاية الجزء السادس. يا سلام يا سلام. أيوة جميل عظيم عظيم حاجة رائعة والله. خلاص يلا لك. خلونا نقيف هنا الليلة، وفي المرة الجاية بإذن الله هختم لكم قصة يوسف إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. عمل عظيم. الله يخليك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.